يقتل عليها ليفاندوفسكي وريبيري. كيميش فك العقدة وانطلق من هنالك على الجهة اليمنى في غفلة من دفاع البايرن. رال شوف وين كيميش، شوف مرر كرة ودخل كيميش استلمها بكيفية رائعة جدا وانطلق. لم يكن في وضع التسلل في تقدير الحكم المساعد وجاء الجول. لعبة ولا أروع من كيميش، كان يعتقد الحارس كايلور ناباس بأن كيميش سيمرر الكرة، حطها لك مباشرة في الشباك. جول في تنفيذ هذا التماس للرال. يلعب مع لوكاس فاسكيز في الوسط البحث عن لوكا مودريتش، في خطا الحكم قال لا، لعبت من خميس رودريغيز وكذلك تياغو الكونتارا، وصلت لجوشوا كيميش في الوسط مع خميس رودريغيز. رودريغيز الكرة البينية ممتازة لليفاندوفسكي، غطي كورتو ضاعت من نور انطلاقا من لوكا مودريتش ناحية توني كروس، ترجع للوكاس فاسكيز كثافتهم كثيرة. اللاعبين تاع الريال لوكاس